رغم أن الدستور التركي لا يسمح للرئيس بالتدخل في الشؤون الحزبية، إلا أن ذلك لم يمنع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من المشاركة في اجتماع جماهيري في مدينة أوزاك غرب تركيا قبل أيام من الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 7 حزيران يونيو. ووصل حشد كبير من مؤيديه وبحر من الأعلام التركية، هاجم أردوغان وسائل الإعلام المعارضة له واتهمها بالعمالة وتلقي الأموال من جهات خارجية، وقال إنها تعمل على زعزعة الأمن في تركيا. ويشير معارضو أردوغان إلى سلسلة من المضايقات تعرضت لها وسائل إعلام محلية شملت صحفاً وقنوات تلفزيونية وحتى شبكة التواصل الاجتماعي، هدفها إرهاب المعارضين وتقييد الحريات. وتوجه التهم لبعض وسائل الإعلام بأنها تؤيد الزعيم الديني فتح الله جولن الذي يقيم في الولايات المتحدة، والذي يتهمه أردوغان بالعمل على إقامة دولة موازية والتآمر للإطاحة بالحزب الحاكم. ومن بين الذين وجهت لهم هذه التهمة أكرم دومانلي رئيس تحرير صحيفة زمان. يستخدم أردوغان أسلوب العصا والجزرة، فمع مؤيديه يستخدم الجزرة من خلال منح امتيازات وعقود عمل، ومع خصومه يستخدم العصا مثل ما فعل مع زمان وغيرها. رجال الأعمال في تركيا لديهم علاقات مع أردوغان، لكننا في زمان مستقلون، ولهذا يعمل على التضييق علينا. وفي وقت سابق من الشهر الجاري أصدر المدعي العام أمراً بإغلاق محطتين تلفزيونيتين بتهم لها علاقة بالإرهاب. ويرفض أردوغان الاتهامات التي تشير إلى تعرض الصحافة إلى المضايقة في تركيا، ويشير إلى أن الصحفيين في بلاده يتمتعون بقدر من الحرية لا يقل عن الحريات في الدول الأوروبية الأخرى. وكانت العلاقات بين الحكومة والصحف المعارضة قد شهدت مزيداً من التوتر بعد الاضطرابات التي شهدتها إسطنبول العام الماضي، احتجاجاً على قرار الحكومة البدء في مشروع إنشائي كبير في قلب إسطنبول. وقد انتقدت وسائل الإعلام المعارضة ما سمته الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الشرطة في فض الاعتصام. ويشير المعارضون لأردوغان إلى التصعيد الأخير في هجوم الرئيس على وسائل الإعلام المعارضة الذي يتزامن مع الانتخابات البرلمانية التي يأمل أردوغان ومؤيدوه أن تمنحه التفويض اللازم لتعزيز سلطاته وإجراء تعديلات على الدستور تمنح الرئيس المزيد من الصلاحيات. هنا في حي تيمبايك لين في شمال لندن، حيث تقطن جالية تركية كبيرة تعيش هنا منذ سنوات، تختلف الآراء حول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بين مؤيد ومعارض. فمؤيدوه يقولون إنه نهض بالبلاد وحقق معجزة اقتصادية، فيما يقول معارضوه إن لديه نزعة انفرادية ديكتاتورية وأن توسيع سلطاته سيؤدي إلى اندثار الديمقراطية في تركيا. عصام كرماوي، بي بي سي، لندن.